بسم الله الرحمن الرحيم، معكم الأستاذة زهراء خباز. نحن في السلسلة التعليمية الخاصة بالصف التاسع مادة تكنولوجيا معلومات واتصالات. وصلنا في الوحدة الرابعة إلى البيانات في لغة البرمجة سي بلس بلس. الوحدة الرابعة للتذكير تتحدث عن خوارزميات، أنهينا الحديث عن خوارزميات ثم لغة البرمجة سي بلس بلس. تحدثنا في التسجيلات السابقة عن لغات البرمجة ولغة سي بلس بلس وبعض الأمور، مثلا تفسير البرنامج الترحيبي وكيفية كتابة التعليق في لغة سي بلس بلس. اليوم حديثنا عن البيانات، البيانات في سي بلس بلس. هنا نحن سابقا عندما كنا نأخذ في مادة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الصف السابع على سبيل المثال أو الثامن، كنا نقصد بالبيانات هي ملفات الفيديو، ملفات النص، ملفات الصوت، الصور، هذه كلها بيانات. هنا في لغة البرمجة سي بلس بلس نقصد المتحولات والثوابت والأمور المتعلقة بها من عمليات حسابية. فسنتعرف على أنواع هذه المتحولات وكيف نصرح عنها ونقوم بتطبيق بعض الأمور في البرنامج الذي اعتدنا كتابة أكواد سي بلس بلس به، وهو كود بلوكس. عندي هذا التعريف للمتغير والثابت. صحيح أن تقول متغير أو متحول نفس الشيء. لكل متحول، سأكبر المقطع، لكل متحول وظيفة محددة يقوم بها، نستدعيه من خلال اسمه وله مكان في الذاكرة، ويمكن أن تتغير قيمته ضمن البرنامج. طبعا يجب أن أذكرك ذلك هذا عفوا بشيء تحدثنا عنه في الصف الثامن عندما تحدثنا عن البداية بلغة البرمجة سي بلس بلس. قلنا أن المتحول أو المتغير يحجز مكان في الذاكرة باسم معين، أي اسم، الاسم الذي أنا سميته به. مثلا سميته المتحول باسم زهراء، فعندي مكان في الذاكرة اسمه زهراء، كلما استدعيته سيأتي هذا المتحول. وطبعا عندما أصرح عن المتحول في برنامج فيكون له غرض معين، أنا لا أصرح عن المتحول وأضيفه دون أي سبب. الثابت تقريبا هو نفس المتحول ولكن قيمته ثابتة، يعني مثل نحن نعلم في الرياضيات أن هناك المتحولات X, Y إلى آخره، وهناك الثوابت عند القيم الرقمية. هنا نفس الشيء، ولكن عندما نربط اسم بقيمة رقمية فهو ثابت، سيتضح ذلك من خلال التطبيق. وعندي هنا، لاحظوا هذا الرسم، المتغير الصندوق فيه مفتوح لأنه قد كما قلنا يمكن تتغير قيمته ضمن البرنامج، لكن الثابت تم تمثيله بشكل صندوق مغلق لأنه قيمته مطلقة على طول البرنامج لن تتغير. فمثلا إذا صرحت عن متحول اسمه Age يأخذ أو يمثل العمر، فهذا المتحول Age يختلف من مستخدم لمستخدم. ولكن مثلا إذا صرحت عن قيمة ثابتة مثل، سأتركها، لا 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 ليس عندي مثال الآن حاضر، سأتركها خلال الشرح. هنا هذا جدول، ماذا به؟ به قيم متنوعة، أحتاج إلى تصنيفها ضمن هذا الجدول إلى نوع وطريقة التصريح، وهنا أضع القيم في مكان مقابل لطريقة التصريح الصحيحة أو نوع البيانات الصحيح. أول قيمة لاحظوا 345 هي قيمة عدد صحيح موجب، فبالتالي أضعها عند الانتجر. طريقة التصريح عن الانتجر في لغة سي بلس بلس وتقريبا في كل لغات البرمجة هي انت، لا نضع الكلمة كاملة ونضعها انت. لاحظوا أحرف صغيرة ليست أحرف كبيرة، فيجب أن نضع 345 في جانب هذا النوع من البيانات انتجر. ناقص 6.7 هنا عندي فاصلة عشرية، ف أضعها هنا بجانب فلوت، ولاحظوا طريقة التصريح عن فلوت نفس الاسم ولكن الأحرف سمول. 5.7 أيضا فلوت، ناقص 8 انتجر، 9 انتجر، عندي ترو هي قيمة منطقية مع البولين أو بوليان هنا، جي حرف واحد مع تشار كاركتر، نادر هنا عندي سترينج سلسلة نصية فأضعها مع سترينج، عندي الما ايضا مع سترينج، وهنا عندي فاصلة فمع الفلوت، هنا عدد صحيح سالب مع انتجر، ار شار حرف واحد اضعه مع الكاركتر،
فولس مع بوليان، ايه ايضا مع تشار، هي كاركتر واحد فهذا نوع البيانات المناسب لها. وندى تامر عندي هنا مع سترينج، سلسلة نصية. بذلك نكون تعرفنا على أنواع البيانات الشهيرة في لغة البرمجة C++ وكيف نصرح عنها. ننتبه إلى التصريح عندما أريد استخدام نوع البيانات مثلا سترينج أصرح عنها بهذا الشكل، عندما أريد استخدام نوع البيانات كاركتر أستخدم التصريح هذا char. هنا عندي برنامج كمثال لا لنقرأ البرنامج. الأسطر هذه تعرفنا سابقا ماذا تعني عندما شرحنا البرنامج ترحيبي. عندي هنا البرنامج const int n m يساوي 5. عندما وضعت كلمة const ماذا يعني ذلك؟ أن عندي ثابت وهي هذه القيمة لن تتغير. هنا عرفت متغير int my variable، لاحظوا متحول تقريبا نفس الثابت بطريقة التصريح، لكن الثابت أميزه بكلمة const. فنلاحظ في الثابت عندي نوع واسم، وأيضا في المتغير عندي نوع واسم، وقد أضع قيمة للمتغير وقد لا أضع. لاحظوا هنا int mu لم أضع قيمة. وهنا عملية، لاحظوا استدعيت الأسماء لم أكتب قيم، ثم أمر طباعة لناتج المجموع. عندي هنا بعض الأسئلة، ما عمل الأسطر 5 و6 و7؟ لاحظوا هذه الأسطر 5 6 7 عرفنا فيها عن تغييرات وثوابت، أو نستطيع قول حجز ثوابت ومتغيرات. مستعينا بما مر معك سابقا نقارن بين الثوابت والمتحولات من حيث التصريح والاستخدام داخل البرنامج. قارنت منذ قليل، استنتج طريقة التصريح عن كل منهما. كما قلنا عندي في الثابت const data type، عندي هنا name يعني اسم للثابت ويساوي value. أما المتحول عندي data type variable name، ثم قد يكون عندي value وقد لا يكون صراحة. كما تشاهدون هنا لم أعطي قيمة. فالشكل العام هو هكذا: data type variable name اسم المتحول، بينما الثابت تزيد عنده هذه الكلمة const data type variable name الاسم، يعني أصح نكتب name يعني لكي لا تخلط بين المتحول والثابت. ولكن كما قلت بس عندما تجد كلمة const فإذا أنت تتعامل مع ثابت. ما خرج البرنامج؟ خرج البرنامج هو ناتج الجمع 15. والآن سنجرب، سأقوم بتشغيل كود بلوكس لنشاهد كيف أن خرجه يكون كود. هذا هو عمل البرنامج، يجمع عددين. اكتب البرنامج على حاسوبك. الآن عندما يفتح كود بلوكس سنقوم بكتابته. عندي هنا هذه أمور أنفذها عندما أكتب البرنامج في كود بلوكس. سأقوم بفتح هذا البرنامج أو المشروع الذي قد أنشأته سابقا. أحتاج إلى تعريف const init، ما اسمه في الكتاب؟ اسمه ليس هنا، const init nm اختصار لكلمة number، قيمته 5. ثم عرفت عن متغير int my variable cout، أو قبل cout عندي هنا int mu، أليس كذلك؟ mu cout، أو نستطيع من هنا كتابة يساوي nm plus my variable cout mu. نشغل ناتج، لاحظوا 15. الآن نطبق التغييرات. عدل اسم المتحول، اجعل فيه فراغ يعني هكذا،
نجرب التشغيل، لا يعمل. إذا كان يوجد فراغ بين اسم متحول، لا يمكن، يحدث خطأ. أضع معترضة سفلية، الآن يتم الأمر. إذا يمكن استخدام رمز يجب أن أعدل الاسم هنا. جربنا كيف تأكد أنه لا يتم العمل بوجود فراغ بين الاسم. الآن عندما أضع المعترضة السفلية أو الشرطة السفلية هذا، وأضغط على تشغيل، تم الأمر. إذا يمكن استخدام رمز الشرطة السفلية. استخدم الأحرف الكبيرة. سنجعل الاسم my variable أو variable بأحرف كابيتال. مشغل، ماذا تعتقد؟ يعمل. إذا يمكن تسمية المتحول بأحرف كابيتال. استبدله بالكلمة المحجوزة. سنستبدله بالكلمة المحجوزة void، وهنا نضع void. الآن تشغيل، لا يمكن. إذا لا يمكن تسمية أو استخدام كلمة محجوزة لتسمية متحول. ماذا تلاحظ؟ لاحظنا أنه حدث خطأ ولم يعمل البرنامج عندما استخدمنا كلمة محجوزة void. وهنا عندي خلاصة لتسمية المتحولات. أن يكون أو يجب أو شروط تسمية المتحولات في لغة C++ وعموما في أغلب لغات البرمجة ستلاحظ ذلك. أن يكون اسم مكتوباً من سلسلة متصلة من الحروف، كما لاحظنا إذا وجد فراغ يحدث خطأ من الحروف والأرقام، فيمكن استخدام أرقام أيضاً في اسم المتحول، أرقام 0 إلى 9 والأحرف من A to Z capital أو من A to Z small، وكذلك يمكن استخدام رمز الشرطة السفلية، وأيضاً يمكنني استخدام رمز الدولار. يعني لو وضعت هنا مثلاً Z 1 دولار، استخدمت رقم ورمز في تسمية المتحول زد 1 دولار، ونقوم بالتشغيل. لاحظوا يعمل. إذا يمكن استخدام الرمز الدولار ورمز الشرطة السفلية وأيضا الأرقام في تسمية المتحول. ألا يكون الاسم إحدى الكلمات المحجوزة؟ كما لاحظنا عندما سمينا void لم يعمل البرنامج لأنها كلمة محجوزة، علما أن المترجم حساس لحالة الحرف الكبير أو صغير. كيف يعني حساس لحالة الحرف كبير أو صغير؟ هنا لو سميت الحرف زد كابيتال وهنا تركتها سمول وشغلت، لن يعمل. لماذا؟ لماذا؟ لأنه عندما وضعت هنا حرف كبير فيجب أن أضع نفس اسم المتغير حرف كبير هنا، لا أغير اسمه. يفضل أن يكون اسم المتحول واضحا وذا معنى ودلالة. ماذا يعني؟ يعني هنا لاحظوا أنا أستخدم رقم فأكتب تسمية المتحول تدل على الرقم، مثلا أكتب NM أو هو رقم في الإنجليزي ما معناه number. تستطيع كتابة number كاملة مثلا number 1، وهنا تكتب مثلا نمبر 2، وطبعا تجري التغيير هنا. يجب أن نستدعي المتحول باسمه نفسه، نستطيع فعل ذلك. ولاحظ اسم المتحول يدل عليه، يعني أنا استخدمت عدد أول وعدد ثاني لإنتاج برنامج يقوم بعملية الجمع ويعمل. فيفضل أن تنتقي اسم يعبر عن المتحول، يعبر عن وظيفته سواء متحول أو ثابت عندما تقوم بكتابة برنامجك. الكلمات المحجوزة ما هي باعتبار ورد معنا اسم كلمات محجوزة؟ هي كلمات معروفة من قبل المترجم. أي مترجم؟ الكومبايلر الذي يقوم بتفسير هذا البرنامج الذي أكتبه بلغة عالية المستوى C++ والتي أكتبه
عليك مستوى يعني قلنا يفهمها المبرمج، أنا كإنسان أفهم هذه العبارات، لكن الحاسب لا يفهمها، فأحتاج إلى كومبايلر الذي يقوم بترجمة هذه التعليمات إلى لغة الآلة ويتم تنفيذ البرنامج. لا يمكن استخدامها في تسمية المتحولات والثوابت، لاحظنا ذلك أن الكلمة المحجوزة لا يسمى بها متحول ولا ثابت، جميعها مكتوبة بأحرف صغيرة من A to Z. الكلمات المحجوزة عادة تكون مكتوبة بأحرف صغيرة، أحرف اللغة الإنجليزية من A to Z، مثل المتحول init، const، كلمة const محجوزة، هنا كلمة return محجوزة، لاحظوا هذه الكلمات الملونة بالأزرق هي كلمات محجوزة. هنا عندي سؤال، لدي أسماء مجموعة من المتحولات، ويجب أن أقرر إذا كان هذا المتحول يعمل أو لا يعمل، حسب ماذا؟ حسب القواعد التي تعلمتها عن تسمية المتحولات. مثلا هنا سادي لن تعمل، لماذا؟ لأن فيها الرمز A أو الرمز at، وقلنا أن الرمز المسموح به هو فقط دولار والشرطة السفلية، فلو وضعت هنا مثلا at وكتبت هنا at وشغلت لن يعمل، لا يمكن استخدام الرمز at في تسمية المتحول. last name هذا لن يعمل، لماذا؟ لأنه يوجد فراغ، لاحظنا عندما وضعنا فراغ بين كلمتي my variable لم يعمل. welcome to Syria هذه تعمل، استخدمنا أحرف وأرقام في تسمية متحول. num1 أيضا يعمل، عندي هنا شرطة سفلية هاي يعمل، يمكن لأنه يمكن استخدام هذا الرمز. رمز الدولار price أيضا يعمل، first char يعمل، نعم مقبول. انت هذا كلمة محجوزة وبالتالي لا يمكن تسمية متحول به، فهذا لن يقبله المترجم. الآن ننتقل إلى هذا التدريب، تستطيع أنت اختبار نفسك به، يقوم على أساس أن تستذكر الكلمات التي مرت معك int float char ووظيفة هذه الكلمة. مثلا int تعبر عن تصريح عن متحول من نوع صحيح أو integer، ضع خطة تحت الكلمة تعاملت معها، ثم تشارك مع رفاق تسجيل مع رفاقك في تسجيل تعمل التعليمات التي مرت معك. هذا يمكن أن تنفذه كتحدي مع نفسك، أن تكتب لمحة عن كل كلمة من هذه الكلمات، ما عملها، في ماذا تستخدم، وإذا وجدت كلمة لم تمر معك خلال شرحنا للسلسلة مثل كلمة short long، فتستطيع البحث وهل يوجد لها عمل في C++ وما هو عملها، تستطيع يعني إنجازه بنفسك. هنا عندي تهيئة المتحولات، سأتركها للدرس القادم أو التسجيل القادم، ودمتم بخير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.